من تلفزيون النهار نقدم لكم النشرة الدولية وإليكم أبرز العناوين. السبسي يقترح مجلس أعلى للدولة لإدارة الحكم في تونس لإخراج البلاد من الأزمة السياسية. وزير الدفاع الفرنسي يعلن عن انطلاق عملية نزع السلاح في إفريقيا الوسطى ويتوعد الجماعات المسلحة. أهلا بكم إلى التفاصيل، والبداية بشأن التونسي. دعا الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء الوزير الأول السابق إلى إقامة مجلس أعلى للدولة يكفل بإدارة شؤون الدولة وتخضع له الحكومة، وأضاف أن المجلس المقترح سيكون أعلى السلطة في البلاد وتشارك فيه الأحزاب الرئيسية، إضافة إلى كل من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة. وفي جديد التدخل العسكري الفرنسي بإفريقيا الوسطى، صرح وزير الدفاع الفرنسي لودريان أن عملية نزع السلاح في البلد المضطرب ستنطلق اليوم، وقال أيضا بأن فرنسا ستستعمل القوة في حال عدم تسليم الجماعات المسلحة أسلحتها. عدد المهمات ثلاثة، لتنفيذها يجب نزع السلاح. سنبدأ صباح الغد، أما حاليا فقد قمنا بدوريات. أظهرنا بأننا هنا بصفة قوية وبأي استقبال، لنظهر لكل هذه الجماعات القليلة التنظيم في المدن والغابات بأن فترة اللاعقة قد انتهت، وبأننا سندخل مرحلة جديدة بمعية المجتمع الدولي. إذن من الغد على الجميع وضع السلاح، يعني أنه إن لم تضع السلاح سنستخدم القوة لننزعه منكم. وفي تحضيرات مراسم دفن نيلسون مانديلا، عبر رئيس جنوب إفريقيا جايكوب زوما عن حزنه وألمه لرحيل الرمز والقدوة نيلسون مانديلا، وكان ذلك داخل أحد كنائس جوهانسبورغ رفقة كل من حرم مانديلا وحفيده الصغير. بعد هذه الخسارة، بعد رحيل والدنا زعيمنا الرئيس الأول لجنوب إفريقيا الديمقراطية، مثل ما قال في كلماته المهذبة أنه قاتل ضد سيطرة البيض، وقاتل أيضا ضد سيطرة السود، وقاتل من أجل أفكاره والقيم التي كان يؤمن بها. وفي الأراضي الفلسطينية وتحديدا بغزة، خرج العشرات من أهالي القطاع للتعبير أيضا عن حزنهم لرحيل الزعيم، وقد حملوا شموعا وورود وصورا له، محاولين بذلك تقديم تكريم رمزي للأب النضال من أجل الحرية الذي رحل تاركا وراءه تاريخ يستحق الذكر. في مصر الآن، حيث أحالت النيابة العامة ثلاثة نشطاء سياسيين بارزين إلى القضاء، وقالت مصادر قضائية إن أحمد ماهر مؤسس حركة السادس من أفريل ومحمد عادل أحد نشطاء الحركة وأحمد دوما يواجهون تهمة الاعتداء على ضباط الشرطة في مظاهرة غير قانونية. بعت رساله سلبيه للغايه لشباب الحركات الثوريه من وقت 25 يناير، ان المكاسب اللي احنا حققناها على مدى الثلاث سنوات اللي فاتوا دلوقتي بيتم التراجع عنها. احنا بنشهد عوده قويه للدوله الامنيه اللي كانت موجوده في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وده لا يؤدي مطلقا لتهدئه الاوضاع ولا يؤدي حتى لان الجو يبقى مناسب لاجراء الاستفتاء المقبل على الدستور في اجواء مريحه. شايف انه في تصعيد من السلطه او من جزء من السلطه ضد الشباب غير مبرر وغير مفهوم الغرض منه، وده ظاهر من أيام أحداث مجلس الشورى لحد النهاردة. في الشأن السوري أعلن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن بدء نقل الأسلحة دمشق الكيماوية خارج البلاد قد يتأخر بضعة أيام بسبب مشاكل تقنية، وتنص خارطة الطريق التي تنظم عملية تدمير الترسانة الكيماوية السورية أن تنقل العناصر الكيماوية الأكثر خطورة خارج البلاد قبل 31 ديسمبر. ورغم هذا التأخير، جدد مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ثقته في تدمير الأسلحة السورية برمتها في الموعد المحدد، أي مع نهاية جوان 2014. Well,
حلت رئيسة الوزراء التايلاندية بانغوريش نواتر البرلمان اليوم ودعت لإجراء انتخابات مبكرة، ومع هذا تتواصل المظاهرات. هذه الخطوة في نظر رئيسة الحكومة هي لمنع حدوث مواجهات بين الخصوم السياسيين واحتمال إراقة الدماء في ظل الأزمة الراهنة، وأيضا ليقرر الشعب في انتخابات عامة جديدة من يفضل أن يراها في السلطة. وينص الدستور التايلاندي على أنه في حال حل البرلمان تستقيل الحكومة وتصبح مؤقتة على أن تجرى انتخابات جديدة خلال 60 يوما. اليوم هو يوم الحكم الأخير. حكومة إنجلوك الغير عادلة عليها الرحيل لأنها لا تحترم الدستور. نريد العدالة للمجتمع التايلاندي، نريد الديمقراطية. تحتفي الأمم المتحدة الاثنين باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق 9 ديسمبر من كل سنة تحت شعار كافح الفساد، بهدف رفع الوعي بضرورة مكافحة الفساد الذي يمنع النمو الاقتصادي ويعيق التنمية المستدامة. تشهد مدينة ليون الفرنسية مرة كل عام عملية تحول تذهل لها الأبصار عندما تضيء في سمائها أضواء تغطي مبانيها بنسيج من الألوان المبهرة. إنه مهرجان الأضواء، فمنذ سنوات الثمانينات أصبحت مدينة ليون تدعو الفنانين لإظهار مهاراتهم من خلال إبداعات ضوئية تستهوي آلاف الزائرين السواح. هو إذن مهرجان استثنائي تحتفي به العاصمة التاريخية لغرب فرنسا. جدران العديد من المباني التاريخية في المدينة لتزيين بألوانها تحمل رسائل تكريمية للزعيم العالمي الرحيل نيلسون مانديلا. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. السبسي يقترح مجلسا أعلى للدولة لإدارة الحكم في تونس لإخراج البلاد من الأزمة السياسية. وزير الدفاع الفرنسي يعلن عن انطلاق عملية نزع السلاح بإفريقيا الوسطى ويتواعد الجماعات المسلحة. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.